مرحبا أصدقائي، في هذا المقطع سوف نعرض عليكم دفاع حيوان النوع عن نفسه وصغاره ضد أقوى المفترسات. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بالإعجاب، فهذا أكبر دعم تقدمونه لنا. هيا بنا. في هذا المشهد أصدقائي، تحاول إحدى اللبوات الإمساك بحيوان النوع حتى يكون وجبة شهية تليق بمقام الأسد. هنا يغضب حيوان النوع ويدافع عن نفسه بكل شراسة حتى هربت اللبوة من أمامه. في مقطع آخر عزيزي المشاهد، يحاول أسد بالغ الإمساك بحيوان النوع. هنا نلاحظ دفاع حيوان النوع عن نفسه ضد الأسد ملك الغابة حتى أرعبه من مكانه ولاذ بالفرار. يتكاثف الحيوان للدفاع عن صغاره من أي حيوان مفترس. كانت هذه اللبوة في مهمة لصيد هذا الحيوان العنيد، فكان تلقين اللبوة درسا ولاذ بالفرار. تحاول مجموعة من الأسود السيطرة على هذا الحيوان الشجاع. كانت ردة فعل هذا الحيوان الشجاع المقاومة حتى الفرار من أنياب أقوى المفترسات. يهجم حيوان النوع على الأسود بلا خوف ليزرع في قلوبهم الرعب. السؤال هنا، لماذا تخشى الأسود حيوان النوع وتهرب بشدة من أمامه؟ هنا تحاول مجموعة من الأسود التصدي لحيوان النوع المقاتل، ففر من فوق رؤوسهم هاربا في موقف عجيب جدا يدعو للدهشة. النمر اللايبورد من أقوى المفترسات في البرية. يتربص لافتراس صغير النوع. كان دفاع الأم عن صغيرها أقوى وأشد، وتم تلقين النمر درسا لن ينساه. يعيش حيوان النوع في جماعات. حاول هذا الفهد صيد النوع، لكن النوع سدد له ضربات بقرونه الحادة. تحاول مجموعة من الفهود الإمساك بهذا الحيوان المشاكس. ضبع عنيد يجري من أمامه. أم الفهود تبحث عن طعام لصغارها في هذا الجو الحار. قامت بهجوم من ذي قسوة حتى ترعب الحيوانات. ليس أمامها إلا النوع الصغير. أمسكت به وأسقطته أرضا. وهنا تغضب الأم وتدافع عن صغارها ضد أم الفهود حتى فرت هاربة من أمامها. أخيرا اذكروا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب والمشاركة لنستمر في نشر المزيد من المقاطع. شكرا لكم جزيل الشكر.